بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لي احنا شركة الاسكيب اللي شغالة بيفكرك هو ان هي الريفوليوشن بتاعها مليون لفة. ايه الريفوليوشن ريتنج لايف بتاعها دوت؟ ان 10% راح يحصل لهم فيل بعد الايه المليون لفة دي. طيب 10% يعني كم واحد مش هيحصل له فيل؟ 90. فال90 دول بنقول عليهم الريابيليتي. بنقول عليها ايه؟ الريابيليتي. الريابيليتي 90%. هو ممكن يغير الريابيليتي؟ ايوه، بس القانون اللي احنا شغالين بيه دلوقتي ان انت بتقول ان السي 10 بتساوي الاف ديزاين في ال ديزاين على ال ريتنج اس واحد على ايه، والثابت ايه ده على حسب نوع، هل انت مستخدم بول بيرنج ولا مستخدم اولر سلندريكال. كويس، القانون ده بستخدمه لما يكون الريبيليتي 90%، لان ديت اللي هي ريتنج لايف دي انت حاسبها على ان في 10% هم اللي هيحصل لهم فيل عند ما يبلغهم عدد الايه اللفات دي. كويس، فبطبق القانون ده هوت لما يكون الريبيليتي بكام؟ 90%، هو هياكد لي عليها. طيب فهو بيسالني بتقول ايه؟ الصوت، لا مش سامع صوت. مش عارف مثل القوانين هذه إيه. بتعملها لما يكون 90 وغير ذلك. لما تبقى غير كده بقى نشوف المعادلة الجديدة بقى اللي هو هيديها لي تمام. في صيغتين له. طيب هو بيقول لي بقى ايه؟ بيقول انا عايزك تصمم لي ديزاين الايف فتره الحق جديده 5000، وتشتغل عدد اللفات في الدقيقه 1725. قلت له طيب تعالى نحسب بقى ال ال ديزاين الجديد. ادي 5000، فكيت الساعه ديت بقت مينت كده، واضربها في 1725، ادي ريفوليوشن مقسوم على مينت، فالمينت دي تروح مع المينت ديت، فيطلع ده 5000 ضرب 60 في 1725. اعمل انجن طلع لي 5175 في 10 أس 6 ريفوليوشن. انا عايز ازود العدد فوق المليون يبقى يصبح 517. اذا القوه اللي انت عايز تعملها كام هنا؟ كام؟ 400. 400 ديت اللي انت عايز تصمم عليه. طيب هاخد انا بقى بول بيرنج قد ايه؟ السي 10 بتاعته قد ايه؟ اللي هي اقصى قوه يقدر يستحملها اثناء الدوران مسموح بها، بحيث اللي برضه لو تخطاها راح يحدث فيل ل 10% من العينه بتاعتي. يعني افترض ان انا عندي هو بول ذكر بيرنج لي ان بول سؤال هنا كاتب هنا ايه؟ ويقول لي ان هو فور ويتش for which rating would you search in the SKF catalog. ما احنا سواء بول بيرنج ولا سواء ال الانجولار لهم، هما الاثنين لهم سي 10 صح؟ مضبوط، بس مختلفين عن بعض. مختلفين عن بعض. طيب لكن هما الاثنين هتلاقي لهم نفس الدايميتر ولهم نفس السي 10 اهو، اطلع فوق كده كمان شويه هنا مثلا اهو، ادا واحد انجولر الدايمتر بتاعه هو نفسه بالظبط، وادا الديب جروف اهوت لهم نفس الدايمتر، لكن دوت له سي 10 ودوت له سي 10. فانا اللي هختار بعد كده يعني قدام شويه. هقول انا اختار الانجولر كونتاكت او اختار الديب جروف. كويس، او اختار الكاتول الثاني اللي هو الغولا او اللي هو التمبرد. طيب خلينا بس انا دلوقتي عايز اطلع ايه؟ اطلع السي 10 اللي بعد كده لما اطلعها اجي اشوف مين اللي ينفع. يا ترى دي تنفع واحده من دول ولا واحده من دول ولا حاجه التمبرد؟ بس احنا مركزين كل انا شيء اقصد بس عشان قيمه الاي الثابت يعني. اي مش قيمه الاي متغيره الان، كيف بعوضها؟ هو مو معطيني في السؤال. طيب شركة اللي هي التمكن
احنا هنا فين؟ هنا انزل شوية شوية. هو قال هنا الرولر، الرولر او السلندريكال اند التمبر رولر دي قيمتها كام؟ 10 على 3. طيب الشركة ديت اللي هي رقم 2، رقم 1 دي تبعها اللي هي تقدر تنتجها، اللي هي مين؟ شركة التمكن. التمكن ديت اطلع فوق شوية، خلينا اهو تمكن اهي، اللي هي كان بتاعتها 90 في 10 أس 6. يعني تمكن دي هي مصنعة، مصنعة مصنعة التمبر والبول بيرنج، أيوة لها جداول، لكن الاس كي اف بس هي اللي مصنعة البول بيرنج والانجولار بول بيرنج. ايوه بقى لي تورط على الصوت ده، انا عمال اتكلم كتير. طيب والله انا بقول اهو، بتقول ايه دلوقتي؟ ان انا عرفت ان شركه الاس كي اف دي، الاس كي اف دي هي بتصنع لي البول بيرنج والانجولار بول بيرنج. الثانيه اللي هي تمكن بتصنع برضك البول بيرنج والتمبرد زائد الانجولار بول بيرنج. يعني الشركه اللي هي بتاعت تمكن دي اعلى شويه بتصنع كله، انما الاس كي اف البول بيرنج والانجولا. فعشان كده هنحط الاي بكام؟ بتولت عشان الشركه دي معايا مش معايا؟ ايوه بقى لي، لا انا سمعت. طيب يبقى عشان الشركه دي اللي هي الاس كي اف انا اخترت دي اللي هي التلت، اللي انا بتصنع لي البول بيرنج او اللي هو الانجولا بول بيرنج بس. انما الشركه ايوه اللي وهذيك ما تجي ايه اللي ما تيجي تبع الشركه الثانيه اللي هو ما انا بقول الشركه الثانيه لو كانت اداها لي كنت اقول له اه حدد لي بقى انا هشتغل بايه. انما الشركه دي هي بتصنع حاجتين اتنين بس اللي هي الاس كي اف. تمام، تبع طيب البول اللي هو الايه حق ثلث، وتبع الثانيه ما تصنعها يعني. ايوه قمت انا كده ده السي 10 اللي انت بتدور عليه. هو بيقول لي انا عايزين تجيب لي من الكتالوج السي 10 بتساوي الاف دي مضروبه في ال دي على ال ال اه الريتنج اس واحد واحد على ايه. طيب ده السي 10 اللي انت بتدور عليه، الاف دي مدولي 400، ال ال دي حسبناها طلعت 5 17 5 في 10 أس 6 على 10 أس 6 أس 1 على 3. طيب ال ال دي على ال ال ار هنسميها اكس دي. ادي واحد اتنين، في حاجه اسمها ابلكيشن فاكتور ما ادانوش قيمته. يعني هل البول بيرنج دي هتشتغل في منطقه فيها تراب، منطقه فيها زيوت، منطقه فيها على حسب القوه اللي عليها، على حسب التطبيق اللي هو هيشتغل بيه. فيبقى في هنا معامل اسمه ابلكيشن فاكتور اي بي، هيديهولي وضعته ما ادونيش يبقى بعتبره بواحد، فهو ما جابش سيرته. والاكس دي ايش معناها؟ لها معنى ولا بس انها اختصار يعني؟ نسبه، نسبه ما بينهم، نسبه ال ال دي على ال ال ار. يعني ممكن اشيل دي على بعضها كده واكتبها اكس دي. فانا هحسب ديت، ديت اقسمها على 10 اس 6 وبعدين ديت أس واحد على ثلاثة وأضربها في 400، فطلع لي السي 10 ثلاثة اتنين واحد واحد أربعة واحد. إحنا حسبنا دي كده مظبوط. طيب 400 خلينا العشرة أس ستة تروح مع عشرة أس ستة، يبقى ده كده 517 بوينت. انا خدت الخمس 5000 في 60 صح، في 1725 قسمناها على 10 اس 6 كويس، ديت اس صح 1 على 3 والناتج اللي يطلع اضربه في كام؟ في 400. اه طلعت القيمه دي باوند فورس. طيب
انا في الجدول بتاعي ما فيهوش باوند، كله بالنيوتن. ايه العلاقه ما بين الباوند والفورس؟ انا عندي كل واحد باوند فورس بيساوي 4 4 5 نيوتن. يعني الرقم ده لو انا خدته قسمته على 4.45 هيطلع لي 54. طب 54 لا، يبقى هنا 54 هنا كده كده. هرجع تاني كده، 3 2 1 1 علامة 1 على 4 علامة 5 4. لا برضه، أما ده رقم كام؟ آدي 4 1. القيمة ديت تنضرب فيها بقى، تنضرب فيها. يعني أنا عايز 3 2 1 1 علامة 4 1، لو أنا جيت ضربتها في 4 علامة 5 أربعة 4 خمسة 5. مش خمسة أربعة العكس. استنى، 3 2 1 1 علامة 4 1 ضرب 4 علامة 4 5. لا مظبوط. انت بتقول لي بقى اهو، انا كنت كاتب هنا 4.45. كده كده أيوه ان كل باوند فوكس اشيل واحط مكانه 4.45. فانا بقول له يبقى السي 10 افك انا ديت بقت 3 2 1 1 4 1 واضرب في 4 4 5، عملت لها انجن طلعت 14 2 9 كيلو نيوتن. يبقى او طبعا ما انا ده، من بعد الفورس هذه راح يصير فيلير ل 10%، صح؟ لا ده هو الفكرة بتاعه، ان انت 400 باوند دول، 400 باوند دول تعال نحولهم كده، ادي 400 اضربهم في 4 علامة 4 5، فطلع لي القوة اللي انت عايز تعملها، عملت لها انجن 1.78 كيلو نيوتن. دي هو عايز يشغلها عند القمة، القوة الضعيفة دي، بس يزود عدد اللفات، بدل ما يخليها مليون لفة لا هيخليها كام؟ 517 مليون لف، يعني أزيد من الريتنج لايف المسموح به 517 مرة. فأنت لما تروح تاخد من الكتالوج عشان تاخد واحدة أو تشتري واحدة، فأنت بتشوف السي 10، السي 10 اللي انت هتاخدها، بحيث ان هي المفروض تشتغل مليون كويس، بس انا عايز ازودها اكتر، ازودها اكتر، فانت لازم تقلل السي 10 الجديده. يعني ده هي يا استاذ دي السي 10 الجديد اللي هي هيحدث عندها في اخرها كام اهي؟ السي 10 احنا قلنا اللي هو اللود اللي على البيرنج، صح؟ ما هو خلي بالك، السي 10 ديت، السي 10 ديت اللي انا واخدها من الكتالوج، اللي انا بدخل جوه الكتالوج، انا عندي هنا كان 14 29، او ما انا رايح هنا كده اطلع فوق شويه هنا، انا فهمت، بس السي 10 ترمز ليش؟ السي 10 ديت اللي هي اللود، اقصى لود مسموحه اللي هتسبب لي 10% فيل. يعني يعني من انا بعدها بتسبب العشرة ولا قبلها؟ تاني لو انا معايا 100، ده الستوك بتاعي، حلو، الستوك ده فيه 100 بول بيرنج، قمت انا خدت واحده منهم، الواحده منهم دي احتمال يحدث لها فيل او ما يحدثش، بعد قد ايه؟ بعد مليون لف، بعد مليون لف. فديت من ضمن ال 10% اللي ممكن يحدث له. تمام، يعني مضمون انها تشتغل مليون ومن بعدها ممكن يصير فيها. كويس، احتمال. طيب هم شغالين على الاحتمال ده. طيب قمت انا رحت خدتها اللي هي اللي هيحصل عندها ايه؟ المليون لفه دي. فانا بصيت للبول بيج اللي انا هاخدها، اخترت كام؟ اللي هي 14.3 تقريبا كيلو نيوتن. فلو بشتغل مثلا على الديب جروف هنا، القوه اللي عندي هي بالكيلو نيوتن، فين ال 14؟ دي 14، لا هاخد ايه؟ ال 19. خد بالك لو هي ديب جروف. طب او اخد دي اللي هي 14.8، لو انا خدت دي كويس تقبل؟ ايوه، لان دي 14.3. طيب ديت
انت هتشغلها كام لفه؟ المليون لف. لكن انت عايز تخلي عدد اللفات ازيد، عايز عدد اللفات ازيد. طيب يبقى السي 10 اللي هي الجديده بقى، اللي هي بالنسبه لها بقى اللي سوف يحدث عندنا فين؟ هتبقى برضه 14؟ لا، هتبقى اقل من كده. عشان كده العلاقه دي ما بينهم ايه؟ العلاقه اللي هي دي ايه ديت؟ دي بتدي لك كان بتقول دي السي 10 الجديده اللي هيحدث عندها فين مع الديزاين الجديد اللي انت عامله. امال دي ايه؟ دي اللي هي واخدها من الكتالوج، وديت اللي بيحدث عندها فيل تبقى للشركه. فانا بعمل ايه؟ انا لو انا زودت العدد اللايف يبقى السي او الاف المسموح بيها او اقصى قوه مسموح بيها تحت ايه؟ تحت ال. طب انا لو قللت ديت عدد اللفات مش هخليها مليون، يبقى القوه، ايوه كده، يبقى هو عمال يقول لي ايه؟ انت هتجيب من الكتالوج. طيب مو انت ممكن تزود القوه عن اللي موجوده في الكتالوج، يبقى ريتنج لايف الجديد راح ايه؟ راح يزيد. لا، انا قللت ريتنج لايف اللي هو ال دي، يبقى القوه الجديده اللي سوف يحدث عندها فين راح تزيد. يبقى هو بيحفظني بس العلاقه دي. طيب انت في السيتم اخذت اي واحد فيهم، 14 ولا 19؟ لما ادخل بقى هنا، ادخل اهو، هو مديني الحريه بتاعتي، هاخد لو انا شغال على الانجولار كونتاكت هاخد دي. معلش انت تبقى معايا اهو، ال 14 وال 8 ما حددتش، ما هو ما حددليش دلوقتي، ما حددليش. ولو انا هنا هاخد دي، لو انا شغال على الديب جوف هاخد، ما اقدرش اخد ال 14 لان هو بيقول لي تاخد من الكتالوج 14.3، او ماخد اللي ايه اللي بعدها اقرب واحده. ال 14 ما تنفعش، خد اللي ازيد منها. يبقى انت خدت بزياده، مش مشكله، كويس. تمام. بالنسبه للسؤال الاول، يعني لي الحريه اختار هذه ولا هذه. يعني السؤال الاولاني دوت بيقول لي العلاقه دي عامله ازاي. طيب نبتدي بقى ندخل هنا ايه دوت. لا، احنا عايزين نزود الريابيليتي كمان، يعني نغير. احنا اللي فوق غيرنا حاجتين، غيرنا الفورس وغيرنا الريفوليوشن. لا، احنا عايزين كمان نغير الريابيليتي، يعني احسنها. انت كنت شغال فوق على ريبيلتي 90%. يعني ايه يا استاذ ريبيلتي 90%؟ يعني في 10% احتمال يحصل لهم فيل، وممكن تكون بتاعتي من ضمنهم. واحنا شغالين على القانون ده، شغالين ان الواحده دي من ضمن العشره اللي ممكن يحدث لهم فيل. طب ما تخليهم. طيب العشره اللي ممكن يحدث لهم فيل قلنا بعد المليون، صح؟ ايوه، اول ما يبتدي المليون اذا تخطيت احتمال كبير تكون منه، بس احنا مش عارفين هل ممكن ولا لا. هما الشركه شغاله على ان احتمال الايه؟ الواحده اللي انت خدتها من ضمن ال 10%. طب هما بقى قال لك ايه؟ طب انت ممكن تحسن كمان الريابيلتي، يعني ممكن تخليها 95%. فاذا الريابيلتي يبقى اذا القوه راح تزيد اكتر، لان احتمال القوه اللي يحدث عندها الفيل هتكون ازيد، صح كده؟ بدل ما كانت مثلا عند السي 10 احنا كنا مطلعينها مثلا ال 14، لا هتكون ازيد من كده، تكون 15 و16. اذا زودت، حسنت ريلايبلتي. ايوه، فعملوها ازاي بقى؟ القانون ده معطى اهو، ده معطى ما تشيلش هم. ايه هو؟ قال لي السي 10 اللي انت هتاخدها من الجدول اهي، حلو، ودي الاف ديزاين اللي انت مخطط لها، وديات انا قلت الاكس دي اللي هي ال ديزاين او ريتنج ديزاين اللي انت مخطط له على ريتنج لايف بتاع الشركه، زي بالظبط اللي فاتت، بس اقوم انا اقسمها على المقدار اللي تحت ده. المقدار اللي تحت ده ممكن يدولي كده على حسب الشركه الثوابت ديت اهي، على حسب الشركه هو هيديني. والله لو كان الاولاني اللي هو تمكن اللي هو ريتنج لايف ده اللي هو ال دي بتاعته اهي، او على حسب اس كي اف، وده ريتنج لايف بتاعه اللي هو المليون. فدي الثوابت اهي، الاكس نود والسيتا والبي اللي هي هنا اهي، هذا السيتا نود وهذا السيتا وهذا البي الاس ده. بتقول انت القانون ده ممكن ما يكونش القانون دوت؟ ايوه، بدل ما يخليها واحد ناقص ار دي
ممكن يخليها باللين، يخليها باللين. اه طيب اقول لي كده القانون. طيب اهو، لا مش ده ولا ده ولا هنا، يبقى عندنا هنا يعني ممكن احله بدلالة اللين. فين اللين دوت؟ ده القيمة بتاعته اهي. يعني الشكل القانون ده يكتب كده سي 10 اي اف، هذا اف دي، هم جاي يكتب لي الاكس دي، واكتب هنا اكس نود زائد سيتا ناقص اكس نود نفسه دلوقتي، بس مضروب في لين واحد على اخ دي، كل ده اس واحد على بي. يعني يا استاذ ده هي اللي اتغير، القسم هو نفس الطرف. هنا واحد ناقص الار دي هي نفسها اللين واحد على دي، ايوه هذه هي نفسها دي. وكمل بقى الدقائق، اس واحد على ايه. هو بيعمل ايه القانون ده؟ بيقول ايه؟ بيقول اهو انت شغال هنا على ريبيلتي 90%، انا عايز انتقل الى ريبيلتي تاني احسن. يعني بطبق القانون ده لما تكون ريبيلتي اكبر من 90%، ادخل فيه. فهو بيعمل ايه؟ بيقول انا اتنين من النقطه اللي هي اللي انت مخطط لها، اهي النقطه اللي انت مخطط لها، هتتنقل لنقطه السي 10 اللي هي في نفس الريبيليتي بتاعتها. يعني افترض ديت 90%، انت عايز هنا 95، ايوه، فلا سي 10. طيب والجراف ده نفس ده، يعني كاني بالظبط اهو الابلكيشن فاكتور في الاف دي، قمت انت كاتب اكس دي اس واحد على ايه، دي كانها بالظبط نفس الجراف ده اللي هو اللي انت شغال بيه فوق. وبعدين اتنين من نقطه بي الى النقطه ايه، ان انت تيجي هنا تقسم على المقدار ده اللي هو مديهولي ده. يبقى انا هتنقل دلوقتي من ريبيليتي جديده، ايوه، بديزاين جديد، فورس جديده، بريفوليوشن جديد، فهيحفظني ده برضه. كل مساله رقم اتنين بيحفظني القانون، لا او نقول لا 10 3 بيحفظني القانون الجديد ده. طيب تعال نشوفها الاول وبعدين ندخل في الجديد. طيب بيقول لي نوت ايه بقى؟ ادي هنا نوت، يبقى الجدول دوت هيدهوني وهو وده كمان، يبقى انا ما شيلش همه ده. طيب ايه هنا القانون اهو؟ بيقول لي نوت اهوت، هو جاي يخطط الديزاين لود على البول اهو، كاتب لي اهو نوعها اهو بول بينج، عشان يبقى الثابت ايه بيساوي تلت. القوه كام اللي هو بيخطط لها؟ 413، هذا الاف دي، حلو 413 باوند فورس. قام جاي مديني ابلكيشن فاكتور اهو اي اف، اي اف 1.2 السبيد بتاع الشافت اللي انت عايزه قيمته كام؟ قال لي 300 ريفوليوشن بير مينيت، وانت عايزه يشتغل قد ايه؟ قال لي 30 كيلو ساعه. يبقى اقدر اجيب ال ال دي اللي انا عايزه، الديزاين بتاعي او الريتنج ديزاين اللي انا عايزه، باخد ال 30 الف دي اهو فكتها بقت ساعه، وفك الساعه اضرب في 60 بقت مينيت، واضربها في عدد اللفات اللي هي 300 ريفوليوشن على مينيت، اقسم دي مع دي، يبقى انا عندي 30000 اس 3 في 60 ضرب 300. يبقى انت مخطط تشتغل قد ايه؟ قال لي عايز اشتغل ال ال دي بتاعي ب 540 في 10 اس 6 ريفوليوشن. طيب الريبيليتي 90%، قال لا الريبيليتي 99%، هذا الاخر اللي عايز يشتغل عليها كمان. فهو بيقول لي طب هشوف لي بقى الكتالوج السي 10 اللي انت تحتاجها او ازيد اهو. يعني انت مفترض مثلا لقيت السي 10 10 لكن ما لقيتش ال 10، اخد اللي بعدها، عشان كده انت هتخش الجدول اهو وتنقي. اخش الجدول مين؟ البول بيرنج. وين سيرشنج فور، اهو جاي نوعها اهو، ما انا عندي البول بيرنج 2 انجولار وديب جروف اهو، قال لي خش عند الديب جروف. بينج المصنع بتاع الكتالوج دوت، وقام جاي كاتب لي نوعه كام؟ مليون اهو، ادي الريتنج لايف بتاع المصنع اللي هو مين؟ اس كي اف، برضه شغال مع اس كي اف.
يبقى انا عندي هنا ال اقر اللي شغال بيه مليون لف، فبيسالني اهو for the rating life، قام جاي مدي لي القوانين اللي فوق دي بدل ما يديني الجدول، قام جاي اللي خدها السيتا اهيت والسيتا ناقص اكس نود وهذا الثابت بي. كويس، يبقى انا عايز ادخل لي للكتالوج عشان انقي واحد، ومديني الجدول اللي انت هتخش تشتغل بيه. المفروض كمان كان يقول لي العيله اللي هي 02، هو مفيش اللي هو اللي هو مديه لي اصلا. طيب اقوم اكتب القانون، انت بتدور على السيتين اللي انت هتجيبها من الكتالوج، ادي الابلكيشن فاكتور في الاف دي. يعني ما في عندي من العوائل المواد من 02 بس؟ ما فيش، هو اللي جايبه الكتاب 02، في 03 جدولين بس هو ما جابش. منزل تحت كده هقول لك اهو، هنزل تحت شويه كمان شويه كمان شويه، لا ما جابش هنا، كان في جدولين بسم الله مستخبي هنا، لا مش مستخبي يعني. طب اطلع فوق شويه ولا هنا؟ لا مستخبي هنا. انزل تحت شويه اهو. ده مين بقى؟ ده سلندريكال هولا الزيرو اتنين اهي. لا يبقى هما جدولين اتنين بس، شغال للبول بيرنج 02، ممكن يكون ديب جروف او انجولا، وبالنسبه للسلندريكال هولا في منها 02 وفي منها 03، يعني ما فيش الا الجدول اللي فوق ده والجدول اللي تحت ده بس. كويس، يعني ما فيش الا جدول واحد بس اللي احنا شغالين منه. طيب تعال نكمل بقى اهو، تعال نشوف هنختار السيتين ازاي. لا احنا رحنا بعيد ليه؟ كمان شوي كمان شوي. هنا مثلا مستخبي يعني هنا اهو، انا هعوض في القانون اهو، يقول لي تيجي في الجنب كده اهو، واطلع الاكس دي اللي هي الديزاين لايف على الريتنج لايف. الديزاين لايف ادا قيمته اهي 540 في 10 اس 6، الريتنج لايف بتاع الشركه مليون، يعني يطلع لي 540. ادي الاكس دي، يبقى انا حاطط هنا الاكس دي اهي، ومديني الثوابت اللي هي تحط هنا اكس نوت كده زائد سيتا ناقص اكس نوت مضروبه في، ممكن اكتب لين واحد على الريلابيلتي، كل ده اس واحد على بي، وبعدين كل ده ادام هو الديب جروف يبقى نحط هنا واحد على ايه. لو كان رولر كنت حطيت 3 على 10، ما الايه في رولر 10 على 3، فما تجيب واحد على ايه تبقى 3 على 10. طب انت ما خدتش ليه القانون اللي فوق ده؟ ما احنا قلنا نفس القيم، نفس القيم يعني اللي هو واحد ناقص ار دي هو نفسه اللين، هو نفسه بالظبط. طيب نكمل كده اهو، والبي مديها لي اهي. طيب نعوض هنا في القانون ده، ادي السي 10 الابلكيشن فاكتور 1.2، الاف دي اهيت، الاكس دي 540، الاكس نود ادي 0.2، وبعدين زائد القيمه دي اللي هي السيتا ناقص اكس نود 4439 مضروبه في لين واحد على الريلابيلتي كده، وبعدين دوت لوحده كده واحد على بي، البي كام 1.483، كل ده اس واحد على 3 اللي حطيت الاي الاي ب 3 لانه قال لي ديب جوف. نحسب دي، هاخد كده ادا نحسبه في المقام الاول، ادا 2% زائد 4 على 4.39 ادا ضرب، شيل ديت ضرب، افتح قوس ادا لين واحد على الريلابيلتي، الريلابيلتي اللي هو 99 ديت، اقفل القوس اس واحد على 1.483 يساوي، وبعدين اخد 540 عن انصر اس 1/3 واضرب فيه 413 في 1.2
لقيت دي طلعت القيمة بتاعتها طالعة السي 10 كده 6 6 8 9 4 7 دي باوند فورس. انا عندي في الجدول بالنيوتن، اهو اجي اضربها في 4 علامة 4 5 عشان تبقى بالنيوتن، اضرب في 4 علامة 4 5 واعمل لها انجي تاني 6 6 8 9 علامة 4 7 في 4 علامة 4 5، عملت لها انجي هذا 29 7 6 8 كيلو نيوتن. انا عايز بقى اخطاء اوصف هنا من البول بيرنج دي اللي هو التيبل اللي فيه العيله 02 29 7، والله لو لقيت اوكي، ما لقيتش اخد ازيد منها اللي هي 30 31 اقرب واحد. طب نطلع نبص عليها كده، هنا اهو هذا الجدول اهو. طيب انا شغال هنا بس ماليش دعوه بالانجولا كونتاكت. لا انت بتقول كام؟ انا عندي 29. طب لو انا جيت شفت ال 29 مفيش 29، في اقرب واحده اهي ال 30، يبقى انا هاخد دي. اما اجي اوصفها بقى هوصف دول دول الثلاثه دول، هقول له كده سيلكت، يبقى انا 40 هكتب انا الثانيه ديت، هكتب انا اهوت اهو انا عندي السي 10 30.7 والسي نود 16.6 كيلو نيوتن والبور 40 مل. او انا راجع كده اهو انت واحد فين هنا هاي هنقول له هو اختار ايه بقى الله سيلكت ايه كان هو البور، اكتب كده بور 40 ملي متر كوما السي 10 كانت 30.7 كيلو نيوتن والسي نود كان 16.6 كيلو نيوتن اوف الزيرو اتنين بول. لا قبل ما نقول بول بيرنج ديب جروف ديب جروف بول بيرنج كده انا وصفت الايه اللي تنفع وتشتغل معايا. يعني هو قال من عندي بس اطلع السيتن واجيب وصف للبيرنج بس. ايوه طيب كده هو عمال يدربني ان انت لو عايز تشتغل عند ريبيليتي مختلفه فعرفت تستخدم القانون ده. فكان زمان كان لحد هنا يقول لك ممتاز جدا كده، كان يجي في الاختبار مين اللي كان بيدي كان معروف لحد هنا وكان خلاص. لا عم اسلام بقى والدكتور التاني لا مدي لك بقى يعني مكبر العمليه يعني مدي لك حقك. ايه هو بقى حقك؟ انزل تحت شويه ديت الصفحه اللي عليها ايوه هنا اهو هنا بيقول لي ايه؟ اللي باقي لنا ابو علي نطلع وندخل نطلع وندخل حاضر ماشي بس دقيقة بعد بس انا عندي شرط فاضي وش الباقي لنا